مرحبا، كيف الحال؟ معك الكابتن عيسى. زي ما قلنا لكم نبلش سلسلة تأسيس الملاكمة من الزيرو. أخذنا أول حلقة كيف واحد يوقف، كيف يضرب شمال يمين، تمام؟ اليوم الحلقة بدنا ناخذ عن الهوك، تمام؟ عن الهوك، وإن شاء الله تستفيدوا. تابعوا الفيديو. الوقفة أهم شيء، زي ما قلنا بدي ركبة شوي صغيرة اليمين على وجهي، والشمال بعطي مسافة شوي صغيرة، تمام؟ وبضم حالي ونزل الحنكي على مستوى صدري، تمام؟ الهوك ما بضرب هيك ولا بضرب هيك ولا بضرب هيك، تمام؟ أنا هون فاتح وجهي، هذا أكبر غلط. الهوك طريقة الهوك لما أضرب تيجي مسكر على وجه الحنك 100%، تمام؟ هون عشان ما آكل أي ضربة، هون أكون مسكر، تمام؟ برجع كمان مرة، واحد كمان مع زيت كامل. لما أضرب الضربة بضرب الهوك، بضرب كامل، هوك بضرب كامل. كان نظري يكون قدام، نظري ما بكون هون، هذا غلط. نظري بكون قدام، قدام الخصم عشان اشوف، تمام؟ بدأ هاي الطريقة الصح، تمام؟ وفي غلط لما اضرب الهوك ما بضربه هيك، تمام؟ بضرب ستريت. اذا ضربته زي هيك هون بصير عندي بوصل، بصير عندي ردود ودربك، يعني تكون بصير اصابة اكبر من دربك. واهم شيء لما اضرب بضرب ستريت، ايدي تكون مستوى كامل، تمام؟ زي هيك، اوكي؟ الضربة ما بنضرب زي هيك، الهوك أكبر غلط، تيجي ستريت كامل، تمام؟ كامل، هوب، شايف؟ كامل، إيدي على وجهي، بسكر كويس، والتسكير أهم شيء يزك ممتاز، هوب، كامل، مع قصري كامل، والهوك كامل، الهوك ما بيجي زي هيك، ما بضرب من هون، في لي فراغ يجي لك ما بنزل ماك اوت، هذا اكبر غلط، تمام؟ زي ما قلنا بضرب توب 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 فول ستريت، شايف؟ ها هون انا حامي حالي بالهوك، ما باخذ اي ضربه، اوكي في مرات بس لما بضرب الهوك ترجع بسرعه، تمام؟ توب توب شوي شوي انزل بطلع على الجهه الثانيه نفس النظام، توب كامل، ها كامل مع خصري، ها كامل، ها كيف مسكر من هون، انا هون حالي حالي، كامل، ها كامل، ها ها واحد اثنين، واحد اثنين، اهم شيء جاي، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، هاي الطريقة الصح. واحد اثنين، شايفين؟ ضرب واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، 1 2 1 2 1 2 اوكي. والله ان شاء الله الحلقة الرابعة المرات الجاي ان شاء الله تستفيدوا بهذا الفيديو. والله يعطيكم الف عافية.